حياكم الله أحبتي المشاهدين. التلوث الصوتي أو الضوضائي في المدن طبعا يمثل أكبر التحديات الصحية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، ويسبب كذلك أضرارا على صحة وسلامة الإنسان البدنية والنفسية. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش موضوع التلوث الصوتي، ما هي الأسباب وما هي المعالجات؟ تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. نتعرف في حياتنا اليومية لعدد كبير من المثيرات الخارجية اللي يعالجها دماغنا بطرق متباينة، منها ما يوظف لغاية بناءة ومنها ما يتخطى عتبة الإحساس بالطبيعة فيصبح في عداد المثيرات المزعجة. أصبحت الضوضاء هي السمة الرئيسية للمدن، والتزاحم هو المسؤول الأول عن ذلك، وهي الأصوات غير المرغوب في سماعها، حيث تعتبر الضوضاء هي واحدة من أخطر أمراض العصر. ومن هذه الظواهر استخدام أبواق السيارات ليلا في المناطق السكنية وقرب مراكز إيواء المسنين والمستشفيات، وانتشار بعض المعامل والمصانع والورشات الصناعية بالقرب من المناطق السكنية. ولهذا أصبحت الضوضاء والضجيج من أبرز سمات المجتمع الإنساني المعاصر اللي صاحب مظاهر القلق وعدم الاستقرار والاضطراب والفوضى بسبب غياب أساليب العزل الصوتي الحديثة في المباني، وخصوصا في المدارس أو المرافق اللي تحتاج إلى هدوء وبعد عن الضجيج الصوتي الخارجي. وللحد من آثار التلوث الضوضائي وضع الباحثون عدة مقترحات، وكان من أهمها زراعة الأشجار، وقد أثبتت هذه الدراسات أن لدى أوراق الأشجار القدرة على امتصاص ما نسبته 35 من الضوضاء، لأن مشاكل التلوث الضوضائي تزداد يوم بعد يوم، خصوصا في المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان، ولهذا يجب الحد منها. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير منذ سنوات وبغداد تشهد مناطقها الشعبية وحتى غير الشعبية انتشار ظاهرة انتشار السيارات ذات المنبهات العالية، يعني كل سيارة تختار النغمة اللي تناسبها واللي مناسبة للترويج عن البضاعة اللي تمتلكها. طبعا منبهات عديدة، مثلا تكون منبهات تكون حزينة، منبهات ذات نغمة يعني نوعا ما مناسبة، نشوف من المنبهات الأخرى والسيارات تضع مكبرات صوت عالية هي اللي تبيع عن ماي آرو أو اللي تبيع فواكه أو السيارات اللي تبيع الخضار أو السيارات اللي العتاقة وغيرها، هذه اللي تحاول إنه بطريقة أو أخرى إنه تجذب المواطن إلها عن طريق الصوت العالي. وهذه ظاهرة هي غير حضارية، غير محببة للمواطن، ممكن أن هي تزعج الكثيرين. للعلم أنه هذه السيارات هي تنطلق من الصباح الباكر وتكون هي بشكل متتالي، يعني بصورة مستمرة دون انقطاع، وتحديدا أنه هي مثل ما ذكرنا في الصباح وبالمساء، يعني بأوقات هي غير محددة. يعني هنا نشوف أنه إزعاج يعني في البيت السبب بسبب أنه ممكن هذا البيت بمريض، بكبير بالسن، بطفل، هذه كلها إزعاجات. بالإضافة إلى أنه حتى في العطل الرسمية أيضا سبب إزعاج، هنا المواطن يعني يحاول أنه يسترخي ويرتاح ببيته، نشوف أنه هذه المنبهات وهذه الأصوات تزعجها، هي مسببة تلوث إلى سمعي وصوتي. طبعا أكو نقطة جدا مهمة، أنه هذه ظاهرة انتشار هذه السيارات طبعا بسبب الحاجة الملحة وبسبب الظروف الاقتصادية والمعيشة، أكيد هذه المواطنين يحاولون أنه بطريقة أو أخرى أنه يوفرون لقمة العيش بطريقة سليمة ونوعا ما تكون هي مناسبة لهم، لكن هذه الطرق هي غير حضارية وهي مسببة تفاصيل كثيرة للمواطن وإزعاج للمواطنين. أيضا هذا بسبب طبعا عدم يعني العيش برفاهية في تحديدا بغداد العاصمة، بسبب الازدحامات، الاختناقات، العشوائيات، عدم التخطيط العمراني السليم، انتشار السيارات بكثرة، يعني بغداد الآن بها أكثر من 4 ملايين سيارة، يعني هذه الأمور كلها ساعدت على انتشار هذه الظاهرة وتوسع هذه الظاهرة، في حين أن العالم أجمع يحاول أنه بطريقة أو أخرى يوفر الإمكانيات المناسبة حتى يتخلصون من التلوث البيئي، ويحاولون أن يوفرون الظروف المناسبة حتى الإنسان يعيش ببيئة مناسبة وبيئة صحية لائقة به.
إذا نحن وياكم نريد نتعرف على موضوع التلوث الصوتي، شنو هي المضاعفات اللي يسببها هذا التلوث، ما هي الحلول برأي المتحدث التالي. حبيت المشاهدين يشوف الجواب وراجعي لكم. الأصوات المرتفعة أو الضوضاء لها تأثير وضرر سلبي على الإنسان، وهذا الضرر تتقاسمه صحة الإنسان النفسية والعضوية على حد سواء. إما الضرر النفسي بسبب الأصوات المرتفعة فيسبب الخوف والقلق وفقدان القدرة على التركيز والعصبية المفرطة، بحيث يفقد الإنسان القدرة على التعامل مع محيطه، في أسرته، مع أصدقائه، أو في العمل كإنسان طبيعي. وهذه الحالة تسمى بالتغذية الراجعة، أو كما متعارف عليه مصطلح لكل فعل ردة فعل. أما الضرر العضوي فقد تسبب الضوضاء فقدان الذاكرة المؤقت بسبب ضرر يصيب بعض إفرازات الغدة النخامية المسؤولة عن الذاكرة، وأيضا بسبب ارتفاع أيضا يسبب ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع في مستوى إفرازات الأدرينالين، أيضا عدم استقرار نبضات القلب، وضيق في الشرايين، وتأثيرات قلبية وعائية أخرى. كل ما ذكرت حقيقة هو يثقل كاهل الإنسان ويعكر صف حياته بشكل كبير، مما أكبر مما يتصور الإنسان البسيط. لذلك علينا أن نحاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأصوات المرتفعة أو استخدام الصوت المرتفع لأي سبب كان، لأن الضرر الذي قد يصيبنا بسبب الأصوات المرتفعة قد نسببه للآخرين دون حتى أن نعلم حجم الضرر الذي يقع عليهم. ولا ننسى أيضا أن نذكر أن الصوت المرتفع الذي يستخدمه الآباء مع الأطفال في المنزل له انعكاسات سلبية كبيرة جدا. يعني هناك بعض الاضطرابات والأمراض تصيب الأولاد بسبب استخدام الأب والأم للأصوات العالية في المنزل، كأن يتشاجر الأب والأم مع بعضهم، أو بسبب يعني كثرة حركة الأطفال. لذلك يستخدم الأب الصوت المرتفع لإسكاتهم، وهذا خطر كبير. ومن حقيقة من تلك الاضطرابات التي تصيب الأطفال بسبب الصوت المرتفع هو التبول اللا إرادي، وأيضا الخوف الشديد من الأصوات المرتفعة، والتراجع الكبير في نسبة الذكاء. ولا أبالغ إذا ما قلت قد يصاب الطفل بسبب الأصوات المرتفعة باضطراب التوحد أو اضطراب الشخصية المعتلة. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الأمراض. طبعا أحبة المشاهدين، التلوث الضوضاء يعتبر هو أحد أنواع التلوثات الخطرة على البيئة، وصنفت أنها ضارة على صحة الإنسان، مو فقط الإنسان هو يتأثر ويتضرر من ظاهرة التأثر أو التلوث الصوتي، حتى الحيوانات وحتى النباتات والأشياء الغير حية هي تتأثر بالتلوث الصوتي أو الضوضائي. يعني كثير ما نشاهد أنه سلوك الحيوانات، مثلا نقول بالخارج أنه حيوانات تكون أو الكلاب أو القطط تكون هي نوعا ما أليفة، تكون هي محبة، ما بها هذه العدوانية مثل ما نشاهدها عندنا في العراق وفي مناطق تحديدا الشعبية، واللي تكون هي صاخبة وكثير من الأصوات المزعجة بها. نلاحظ أنه هذه الحيوانات أيضا هي تتأثر بهذا التلوث، تتأثر بهذه الأصوات، لأن هناك دراسات عديدة وكثيرة تدل أنه التلوث الصوتي أو الضوضائي هو يسبب القلق ويسبب التوتر، ويسبب أنه الحالة اللي تكون بها الإنسان وحتى الحيوانات والنباتات تكون بصورة عشوائية. فضروري جدا أنه ننتبه إلى هذه الحالة، لأن ظاهرت أن التلوث هذه هي دا تنتشر يوم بعد يوم ودا تزداد يوم بعد يوم، لأن في السابق كان هناك باعة متجولون وكان هناك أنه يمارسون حياتهم بصورة طبيعية، لكن بسبب الظروف الاقتصادية الآن اللي نعيشها وبسبب الحاجة الملحة مثل ما ذكرنا قبل قليل، أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في وقت أنه إحنا في عصر التطور والتكنولوجيا نحتاج أنه نقضي على هذه الظاهرة، لكن لا، نشاهد أنه هذه الظاهرة هي تتطور يوم بعد يوم. محتاجين أن الجهات المعنية والرسمية أن تتابع هذا الموضوع، تحاول أن توفر فرص عمل لهؤلاء الأشخاص، تحاول أنه بطريقة وأخرى أنه توفر لهم أماكن مناسبة وظروف مناسبة، أوقات معينة حتى يتجولون بها، مو أي وقت.
يعني احنا نشاهد انه باي وقت موجود، يعني مثلا احنا ودنا نصور فات شخص ودا يذكر انه هو دا يبيع حاجه معينه ومشغل مكبر الصوت، واحنا ننتظر طبعا اكيد ننتظر لان يمر هذا الشخص حتى نقدر انه نمارس حياتنا او حياتنا العمليه بصوره صحيحه وسليمه. فهذه أمور كلها هي مرتبطة مع بعضها، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تركيز. أحبتي المشاهدين، مثل ما ذكرنا التلوث الصوتي إلى تأثير، فتعالوا نتعرف أن التأثير التلوث أو تأثير الصوت العالي على صحة الإنسان شنو؟ نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. حسب توجيه السيد وزير الداخلية المحترم وإشراف مباشر وميداني من السيد مدير المرور العام، قررت مديرية المرور العامة التعامل مع السيارات الرياضية وحسب القانون المروري. أولاً السيارات التي يكون محركها 8 سلندر و 5600 حصان فما فوق تعتبر رياضية، محركها يكون من الإبداد، لا تحجز إلا إذا ارتكب السائق مخالفة بحق المواطنين، يعني صوت عالي، تفحيط، بتوين، هاي يتوقف ينحجز. أما سيارات الستة سلندر اللي محركها ستة سلندر وثاقب الصلانصة أو خال مضخم صوت، فهاي تحجز وفق القانون 5 أيام وتغرم 100,000 دينار ويجب أن تزال المخالفة، وعين حين التكرار تكرر عليه المخالفة. طبعا التلوث الصوتي أو الضوضاء لا يقتصر على الباعة المتجولون فقط، وإنما يصل إلى أصحاب السيارات وأصحاب الدراجات النارية. يعني الكثير من عندنا أنه يشهد أنه هذه السيارات وتحديدا السيارات الرياضية أو السيارات الشخصية تحاول بطريقة أو أخرى أنه تفتعل هذه الأصوات المزعجة للكثيرين والكثيرين في الشوارع. يعني أصبحت شوارع بغداد وشوارع يعني العراق بصورة عامة هي ميدانة لإطلاق هذه الأصوات المزعجة. تحاول السيارات أنه تتسابق على موضوع أنه من اللي صوته أعلى، من المنبه ما تكون أعلى وملفت للنظر. الطرق الأخرى بسياقة باحتكاك الإطارات السيارة بالأرض، هذه بطريقة مزعجة ملفتة، وأنه هي نوعا ما هي مربكة للمواطن. يعني أحد الشخصيات هو أنه هو يعني أدى طفل صغير بالعمر مريض، راح يوديه للدكتور. طبعا نشوف أنه بسبب هذه الحالة اللي هو حاول أنه احتكاك الإطارات السيارة بالأرض بطريقة مفزعة أصبحت سببت للطفل هذا يعني نوع من الفزع، وهو منها مريض وللآن وعمره 6 سنوات. هو هذا الطفل هو يعاني من هذه المشكلة، أقل صوت يسمعه هو يسبب له هذه الفزعة وأصبحت عنده حالة مرضية. إذا إحنا ضروري جدا ننتبه على هذه النقطة، لأن كثيرين والكثيرين يتبعون هذه الأساليب اللي هي يشغلون هذه أو يضعون مكبرات الصوت اللي هي تكون أصوات عالية جدا، وهذه الأصوات هي مثل ما ذكرنا تأثر على الإنسان وعلى صحته. هنا نشوف عدم احترام الآخرين، عدم احترام الشارع، عدم احترام الناس الموجودة والمارة بالشارع، عدم احترام الطفل، عدم احترام الكبير، عدم احترام المريض. يعني الشارع يحتوي على الكثير من الفئات العمرية، يحتوي على مثلا شخص رايح للدكتور أو شخص بعيادة طبية عندما يسمع هذا صوت السيارة وهذه الأصوات المزعجة أيضا تأثر عليه، مثل ما سمعنا قبل قليل أنه هذه التأثيرات جدا مضرة على صحة الإنسان. طبعا قبل فترة معينة أنه إحنا المرور العام أو حسب قانون المرور العام رقم 80 لسنة 2019 حذرت من هذه الظاهرة وهذه الحالة، وحاولت أنه هي بطريقة أو أخرى أنه هي تفرض غرامة مالية، لكن هذا القانون ما طبق بصورة صحيحة، ما كان إلى ذات الصدى العالي حتى يقدر المواطن أنه هو يلتزم به، ما كانت هناك مراقبة حقيقية. لكن قبل أيام دعت المرور مديرية المرور العامة أنه إلى تطبيق هذا القانون، تطبيق هذا الموضوع حتى على المواطنين اللي يفتعلون هذه الأصوات المزعجة وهذه السيارات اللي تطلق أصوات منبهات عالية، فحذرت من غرامة مالية ومدة حجز معينة. تعالوا إحنا وياكم نتعرف من المرور العامة أنه شنو هذه الآلية، ما هي الطرق اللي راح يتبعوها، شنو هي الغرامة بالتحديد، وما هي مدة الحجز. راح نتعرف على التفاصيل أكثر إحنا وياكم بخلال هذه الإجابة. شوف الجواب إحنا وياكم راجعين. اليوم نريد نتحدث عن موضوع كلش مهم، هو
تأثيرات الضوضاء على الناس بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. كنا نعرف أنه الطفل خاصة بال5 سنوات الأولى هي مرحلة تطور الدماغ من كل النواحي، وخاصة الذاكرة والنواحي المعرفية. من نحكي عن النواحي المعرفية نقصد بها الانتباه والتركيز والنطق. فأكيد الطفل في هذه الفترة يحتاج إلى أن يكون في بيئة آمنة، في بيئة بعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن أي أصوات أو أي مؤثرات خارجية، سواء كانت من قبل التلفزيون أو موسيقى عالية أو أي ضوضاء ممكن أن تأثر على عملية تطور دماغ الإنسان. فبالتالي وجود الضوضاء أو وجود الأصوات العالية أو الأضوية العالية ممكن تأثر على انتباه الطفل، وبالتالي ضعف الانتباه يؤدي إلى تأخر النطق وأيضا إلى ممكن قلة الاستيعاب. لذلك هي قضايا تطور الدماغ مرتبطة شيء بالآخر. فعلينا إحنا على الوالدين قدر الإمكان إبعاد الطفل عن أي ضوضاء، حتى لو كانت كونه الأهل مثلا يرغبون بسماع موسيقى أو أغاني معينة، يفضل السيطرة على الصوت وعدم تشغيل الأغاني الصاخبة أو ذات الأصوات العالية، أو إنه بيها مثلا أضواء غير طبيعية. هواي نشوف عوائل مثلا يقللون من الإضاءة لكن يعلون الصوت بشكل غير طبيعي، وهذا يؤثر على صحة الطفل وخاصة على انتباهه وذاكرته، فبالتالي ممكن يصير عندنا مشاكل بالنطق. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن بعض الأطفال اللي يتعرضون إلى ضوضاء مستمرة وأصوات صاخبة مع إضاءة غير طبيعية ممكن يؤثر على سلوكهم. أغلب هؤلاء الأطفال يكون بمزاج غير طبيعي، ممكن أن يعاني من بعض العصبية، وممكن تجي فترات يتصرف بطريقة غريبة، وهذا ما ينعكس على سلوكه وعلاقته مع الآخرين. فعليه إبعاد الطفل في السنوات ال5 الأولى، واللي هي مثل ما أكدنا عليها فترة تطور دماغ الطفل، يكون ضروري جدا. أما على نحكي على كبار السن وحتى على البالغين، فأكيد الضوضاء هي واحدة من المشاكل اللي تؤدي ممكن إلى مشاكل بالنوم مع تغير المزاج، وأيضا حتى تأثيرها على أمراض كثيرة. يعني كثير من الأشخاص اللي يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وحتى بقية الأمراض الأخرى والصداع مثلا على سبيل المثال، الأشخاص اللي يعانون من الصداع النصفي أو ما نسميها بداء الشقيقة ممكن تتأثر بوجود الضوضاء والأضواء العالية. ذلك إبعادنا أو ابتعادنا عن الضوضاء وعن الأضواء العالية والأصوات الصاخبة ممكن يجنبنا الكثير من المشاكل والكثير من الأمراض. طبعا بالإضافة إلى ذلك، معروف أنه ممكن الأصوات العالية أو الضوضاء ممكن تسبب لنا اضطرابات النوم، والكثير من الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات النوم ممكن أنه يكونوا معرضين إلى ضوضاء كثيرة أو أصوات صاخبة أو حتى إضاءة غير طبيعية. ومثل ما نعرف أنه مشاكل النوم ممكن تنعكس على صحة الإنسان. الشخص اللي ما ياخذ كفايته من النوم، اللي هي معدل النوم عادة من 7 إلى 11 ساعة، معدل النوم للإنسان المفروض الإنسان ياخذ كفايته من النوم حتى لا تأثر على حالته الصحية وكذلك على حالته النفسية. فمشاكل الضوضاء على الإنسان بشكل عام تأثيرها على الانتباه والتركيز ومشاكل صحية ونفسية كثيرة. فنتمنى على الجميع الصحة الدائمة والسلامة والابتعاد عن كل الضوضاء وعن كل الأصوات الصاخبة، وأنه يعيشون بحالة هدوء والسلام. نبتدي إحنا وياكم بمقارنة موضوع التلوث الصوتي مع بقية الدول. طبعا كل دول العالم موجود بها التلوث الصوتي وبها الضوضاء وبها هذه المناطق الصاخبة تكون، لكن أكو طرق متبعيها حتى يحدون من هذا التلوث. طبعا نروح إلى بلجيكا. بلجيكا طبعا هي من الدول اللي أيضا تعاني من، مو من الباعة المتجولون اللي يتجولون بالمناطق، لكن يعانون من موضوع أيضا هو التلوث الصوتي بما يخص السيارات والدراجات النارية. أيضا هناك كاميرات موجودة عندهم بتقنيات عالية تقيس المركبات اللي تطلق أصوات مزعجة وأصوات عالية عن غير الحد الطبيعي، عندما تزداد شدة الصوت يبدؤون بتسجيل هذه المركبات
مركبة، وهناك منصة حل المشهد نشوف منه، يعني هناك تقنية لتعرف الآلي على الرقم ولوحة الأرقام الموجودة على هذه المركبة، بالتالي تكون هناك معلومات كاملة ومعلومات وافية. يقومون بإرسال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمختصة حتى تكون هناك يعني أدلة عندهم والأمور موضحة عندهم، بالتالي يحاولون هذه الجهة المعنية أن تتواصل مع صاحب المركبة، وبالتالي حتى يشوفون شو السياسة اللي راح يتبعوها وياه وشنو الغرامة اللي يفرضوها عليه، كل هذا في سبيل أنه يتخلصون من مصادر الضجيج المزعجة للمدينة ومزعجة للمواطنين. ننتقل احنا وياكم الى دولة اخرى، فرنسا. فرنسا ايضا هناك جهاز هو مخصص لاكتشاف سرعة الضوضاء، يعني ينطلق من السيارات، الاصوات المزعجة اللي تكون هي بصوت هو يكون غير الحد المحدد او غير الحد القانوني، بالتالي ايضا تسجل هذه المركبة، وايضا يقومون بمحاسبة صاحب المركبة بغرامة مالية وايضا مدة حجز معينة. طبعا هذا الموضوع كله في سبيل انه هؤلاء الاشخاص طبعا مو فقط بالمناطق يعني السكنية والمناطق الصاخبة والمناطق والعواصم، لا، حتى في المناطق الريفية، حتى الشخص اصحاب الدراجات النارية ايضا يحاسب ويعاقب اذا اطلق اصوات مزعجة وتزعج المواطنين، ايضا يحاسبون في فرنسا طبعا. وايضا هذا كل شخص يتجاوز على الحدود الامنة للضوضاء ايضا يعاقب، هذا في سبيل انه يتخلصون من التلوث الصوتي والتلوث الضوضائي. يعني كل دول العالم متفقة على انه هم يريدون يتخلصون من التلوث بصورة عامة، لكن ايضا هذا التلوث هو يعتبر اخطر انواع التلوث وهو التلوث الصوتي والضوضائي. احنا بالعراق هنا نعاني من عنده بصورة كبيرة، نحتاج الى ايضا وجود كاميرات معينة تحاول انه هي تحد من انتشار هذه الظاهرة وانتشار هذه السيارات اللي تطلق اصوات مزعجة. نحاول انه ننبه المواطن ونحاول انه نجلب هذه الكاميرات اللي تسجل ايضا الصوت مو فقط الحادث، وتسجل التجاوزات وغيرها من الامور، حتى نتخلص ونكون ايد واحدة نقضي على هذه الظاهرة المزعجة، ونكون باشخاص يكونون واعين اكثر مثقفين اكثر ويحترمون الاخرين اكثر. طبعا من الاشخاص اللي يضررون من التلوث الصوتي والاصوات المزعجه هم الطلاب، تحديدا في المدارس العراقيه نشاهد انه يعني هو جو دراسي والشخص انه هو ممكن يكون بامتحان الطالب او يكون بدرس مهم شرح ماده معينه، هذه الامور كلها تاثر على الطالب اذا سمع اصوات مزعجه، اصوات من الخارج. يعني نشوف انه مو فقط يختص موضوع الباعه المتجولون، حتى السيارات، الاشخاص يعني مثلا الباعه المتجولون هم يكونون بالتناوب، يعني واحد بعد الاخر يعني يحاولون يجولون بالمنطقه، مجرد انه ما انتهوا من الشخص الاول واللي باع مثل ابو ميارو او ابو سياره الفواكه او اللي بيع خضار او العتاقه او الى اخره، هذه الامور بين ما يتخلصون هو خلص الدرس. فهذه امور كلها مزعجه جدا للطالب، تحديدا في فتره او في ماده الامتحانات، يعني فتره الامتحان هذه مهمه جدا ننتبه عليها، بالاضافه الى السيارات وغيرها من الامور والاصوات المزعجه الاخرى. طبعا احنا نذكر انه احنا الان في وقت التطور التكنولوجيا، يعني هذا العصر اللي هو يوم بعد يوم يتطور اكثر واكثر، نحتاج انه هذه المدارس تكون بها امور عازله للصوت، تكون هي الابواب عازله للصوت. راح تقولون انه هسه احنا خلي تنبني مدرسه جديده، خلي يسوون المدارس، خلي يعدلوها، صحيح، لكن هذه يجب ان تكون بخطط المستقبليه، انه يجب ان تكون المدارس مثلا اللي تنبني بصوره جديده او اللي ترمم انه تكون تاخذ بنظر الاعتبار هذه الامور، هذه الاصوات المزعجه، حتى تكون نحاول بطريقه اخرى نصمم امور هي عازله للصوت، مثلا الابواب تكون عازله للصوت، الشبابيك تكون عازله للصوت، هذه الامور هي تساعد على سلاسه وسلامه الدرس او الحصه الدراسيه. طبعا من الامور الاخرى احنا بعصر مثل ما ذكرنا عصر التطور، نقدر انه ابو المي، ابو الخضار، ابو الفواكه، ابو اي شخص يقدر انه هو انه يضع رقمه عند المواطن او ينشر رقمه بوسائل التواصل، حتى المواطن هو من يحتاج شيء معين يقدر انه هو يتصل وانه هذا الشخص يوصل للمكان دون ازعاج، دون هذه الاصوات، دون مكبرات الصوت، وصورة يعني سلسة وتكون هي سليمة وصحية للكثيرين والكثيرين. وأيضا هناك تطبيقات معينة للتسوق، يقدر المواطن يتسوق عن طريق التليفون وبصورة سليمة، وأيضا يقدر يوصل المسوق إلى باب بيته دون هذه الإزعاجات المتكررة.
طبعاً هذا الإزعاج هو المتكرر حسب دراسات معينة وحسب دراسة علمية حديثة ذكرت أن التلوث الصوتي هو يؤثر بصورة كبيرة على المواطن ويسبب له الاكتئاب ويسبب فقدان البصر. هتقول معقولة؟ إيه معقولة، هذا حسب دراسات حديثة. وأيضا حسب منظمة الصحة العالمية أيضا ذكرت أن التلوث هو خطر جدا، ممكن يؤثر على الإنسان ويسبب له أيضا الاكتئاب، فقدان السمع، التوتر، ضعف في الإدراك، وحتى ضعف في عضلة القلب. وأيضا يسبب من الأمور الأخرى وحسب دراسات أخرى أكاديمية أيضا ذكرت أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم ويسبب هو التوتر بصورة كبيرة جدا. فعلينا أنه احنا ننتبه إلى هذه النقطة حتى نحاول أن نحد من انتشار هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى. أحبتي المشاهدين، تعالوا إحنا وياكم نتعرف على آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، شنو الأمور اللي زعجتهم تحديدا في وقت الدوام، في الصباح، في المساء، شنو الأمور اللي زعجتهم أكثر شيء، شلون حاولوا إنهم يتلافون هذا الموضوع. شوفوا الاستطلاع إحنا وياكم وراجعين. الحقيقة الباعة المتجولين وماكو رقابة من قبل الجهات المعنية، أصوات مكبرات الصوت داخل الأحياء السكنية، إضافة للدراجات النارية أصواتها، فنطالب الجهات المعنية أنه يحثون من هذا الموضوع. إزعاج أكو يعني أغلبية العوائل أصحاب أمراض مزمنة وهاي الأصوات بمكبرات الصوت فتزعج العوائل داخل الأحياء السكنية، نطلب من الجهات المعنية تحث من هاي الأصوات والصافرات اللي المفروض تستخدمها الجهات الطوارئ مثل الدفاع المدني والنجدة والإسعاف الفوري، جاي يستخدموها وهاي أصوات مزعجة. إضافة والدليل على ذلك دا السبعين حضرتك. والله هو يا ريت أكو فد قانون مثلا ينظم هاي أو يردع هاي الحالات اللي هي ممكن تزعج الناس. أكو ناس ممكن مرضى أو تعبانة أو راجعة من شغل أو عندها هواي أمور، يعني تعرفون العراقيين يعني ونحن ظروفنا، فلازم يراعون هيك مسائل خاصة هاي الضوضاء اللي ذكرتيها. ظاهرة الضوضاء وخاصة بالوقت الحالي تنم انه احنا ما نقدر نلوم كل الناس باعتبار انه اصبحت هسه هذه يعني شلون سبيل معيشة، يعني فطبعين انه الحياة صارت صعبة اكثر، طبعا احتياجات الناس صارت اكثر طبعا، فهذا هم سبب، يعني هم سبب اللي خلت هاي الحالة تتفاقم. المفروض بس هو الناس يعني هي هاي طبعا هي حالة خلينا نقول يعني تنم انه على فقر الناس، يعني والا هي العالم المتطور ما يعني اكيد ما عندها هاي الحالات، اكيد تتقلص عندها هاي الشغلات زين، بس احنا هذا كله نرجع انه اي مشكله اساسيه انه ماكو لاك قانون انه يردعهم، وثاني شيء هو مو دامنه، يعني شوف الناس الحاجه الماسه لهذه المواضيع خلت تتفاقم اكثر. اذا احبتي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب ان نركز على ثلاث نقاط مهمه جدا. اولا يجب محاسبه كل من يثير الضوضاء ويزعج الاخرين، ولكن بنفس الوقت على الجهات المعنيه محاسبه هؤلاء الاشخاص ووجود حلول مناسبة دون أن نقطع أرزاقهم. ثانيا يجب أن نحاسب أصحاب السيارات اللي يقومون بإزعاج المارة وتنفيذ القانون دون تردد. ثالثا يجب أن يكون عندنا وعي أكثر، يجب أن نمتلك ثقافة عدم إزعاج الآخرين، وهذه النقطة جدا. أحبتي المشاهدين طبعا هذا أحد النماذج اللي كنا نتحدث به بحلقتنا لهذا اليوم، وهذا النموذج طبعا مزعج جدا تحديدا للنساء، فيا ريت نمتلك ثقافة ووعي أكثر ما نزعج الآخرين أيا كان الشخص. أحبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة أخرى، إلى اللقاء.